تتذكروا هالمسيرة للأمهات؟ إيدي وإيدك يا خيّر، إيدي وإيدك يا خيّر، بدنا وحدة وطنية، بدنا وحدة وطنية، لا للحرب الأهلية، لا للحرب الأهلية. تتذكروا قديه حسرة حملوا ورود وضووا شموع؟ وأكيد أكيد علقان براسكن عناق العمائم والصولجانات واجتماعات القمم الروحية بلبنان والصلوات اللي كل ما تحس طائفيا بتصير مشتركة وبعم الإيمان عبلد اسمه لبنان. طب وين هودي كلهم؟ توتر الوضع في المنطقة وذلك بعد سماع أصوات طلقات نارية ما أدى إلى استنفار شديد لدى المعتصمين. كيف بلحظة بيتهدد السلم الأهلي وبيصير بخطر؟ ما عرفش مدريتش، زي ما يكون حلم وما بيتفسرش. كيف هالمجتمع المفروض إنه مجتمع بيتحول لكائنات طائفية وبتعم الفدرالية المقنعة وبنطلع لبعضنا من فوق السطوح؟ على مستديرة الطيونة افترق الوطن وصار أوطان وشعوب وطوايف، بس فينا نروق؟ فينا نبلش السرد من الأول؟ من قديم الزمان، يعني مش زمان كتير، وبأول حكومة نجيب ميقاتي عملوا طقم وزاري مكسر، اشي ضفادع، شي حكايات ليلى والذئب، وكله هين قدام هالوزير المعتر اللي انكسرت مراية سيارته. طب شو صار اليوم عليك بس؟ شو صار؟ كسروا لك المراية؟ لا، هاي للسيارة للوزارة. للوزارة؟ ايه. طب هلا المراية قد ايه حقها بتعرف؟ مين اللي كسرها؟ $30؟ هيدي؟ ايه. على الثاني ولا؟ معلش يا اختي بزيادك بقى، انا قلبي بيتقطع. معلش يا اختي.